السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة، نشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59. وسط انقسام حاد بين كتل نيابية، مجلس النواب اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للبلاد في ظل دعوات للحوار سبيلا وحيدا للتوافق والحل. بعد لقاء السيد نصر الله، حمدين صباحي يؤكد للميادين أهمية وصول الأمة المقاومة إلى غاياتها في مواجهة العدوان والاحتلال وتحرير فلسطين. في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي في العراق، رئيس الوزراء يعتبره ضمانة لمواجهة الأخطار، والفياض يؤكد تمسك الحشد بالدفاع عن الدولة ومصالحها. لوكاشينكو يؤكد تسلم بيلاروسيا صواريخ نووية من موسكو ويهدد باستخدامها في حالة أي عدوان على بلاده. أهلا بكم. أخفق البرلمان اللبناني للمرة 12 في انتخاب رئيس للبلاد في الوقت الذي كرر فيه رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة إلى الحوار للخروج من الأزمة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي لعباس الصباغ. سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59، زياد بارود 6، لبنان الجديد 8، ورقة بيضاء 1، جوزيف عون 1، ورقة مرغات 1. هكذا جاءت نتائج الجلسة 12 للبرلمان اللبناني في حضور جميع أعضائه. النتيجة الأكثر وضوحا هي أن لا رئيس للبنان في الأفق بعد 8 أشهر من الشغور في سدة الرئاسة. التنافس انحصر بين الوزيرين السابقين سليمان فرنجي وجهاد أزعور. أما مسار ما بعد الجلسة فرسمه نائب رئيس البرلمان. والبعض اللي صوت قال أنه أنا رايح مجبر أخاك لا بطل على هالخيار وما بعيدة مرة تانية، معناته واضح أنه تاني جلسة رح تكون مختلفة. من هالمنطلق اللي بدي أقوله اليوم أنه ما في شيء إلا الحوار بحل الأزمة اللي نحن فيها، ولازم نعمل حوار داخلي قبل ما يفرض علينا حوار خارجي. الاصطفاف الحاد خلف المرشحين فرنجي وأزعور جاء بعد إعادة تموضع بعض الكتل وتقاطعها مع خصومها، فيما ظل داعمو فرنجي على موقفهم. لا نحن نفرض على الآخرين ولا بدنا الآخرين يفرضوا علينا. من أول يوم قلنا جيبوا كل الأسماء بما فيهم الأستاذ سليمان فرنجي، كل واحد عنده اسم يجيبه، بنقعد على طاولة حوار غير مشروطة وغير إلغائية، يعني ما حدا يجي إلنا تعال نجيب كل الأسماء باستثناء الأستاذ سليمان فرنجي. ليه؟ أما التيار الوطني الحر فجدد رفضه لما سماه منطق الفرض. التوافق يأتي حين لا نتعنت ونتحدى بفرض اسم وحيد ونقول ليس لدينا أسماء أخرى. بدوره جدد حزب الكتائب تمسكه بالمرشح أزعور. الحوار يجب أن يكون موجود، ولكن هذه عملية انتخابية ومؤسسة ديمقراطية، يجب كمان نكون عم نمارس حقنا وواجباتنا فيها. رئيس البرلمان نبيه بري شدد على أهمية الحوار للتوصل إلى توافق وإنهاء الشغور في سدة الرئاسة. أزعور وفرنجي شكرا للنواب ثقتهم، والأخير تمنى الشروع في الحوار البناء. غاب التوافق فتعذر انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة 12 للبرلمان، والأنظار ستتجه إلى مواقف الكتل البرلمانية بعد المنازلة غير المسبوقة بين المرشحين فرنجي وأزعور. عباس صباغ، بيروت، الميادين. استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله رئيس حزب الكرامة في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي، وذلك بحضور مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي. المجتمعون بحثوا في الأوضاع العربية عموما وتطورات فلسطين المحتلة والمهمات الملقاة على القوى الحية في الأمة تجاه هذه القضية الفلسطينية، إضافة إلى أهمية تفعيل الأطر القومية والجامعة لهذه القوى لخدمة الهدف الموحد. وفي مقابلة خاصة مع الميادين أكد صباحي أن لقاءه السيد نصر الله يعطي الكثير من الأمل، وأن الاشتراكات بيننا أوسع من أن تحصى، مشيرا إلى أن اللقاء تناول قدرة الأمة المقاومة على مواجهة العدوان عليها وقدرتها على التقدم نحو تحرير فلسطين. واللقاء تناول هذا الهم الرئيسي، قدرة قوى الأمة المقاومة على أن تقطع الطريق نحو غايتها وأن تراكم في اتجاه هدفها الرئيسي ومقصد الأمة هو مواجهة العدوان عليها والاحتلال لها
والقدرة على التقدم نحو أهدافنا الذي نسعى له وهو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. سماحة السيد حسن نصر الله كرمز لهذه المقاومة نال مكانته عن استحقاق وجدارة بتضحيات حقيقية قدمها وحزبه. يبقى في مقدمة الصفوف التي يسعى المؤتمر القومي العربي لا أقول لدعمها بل لشراكتها في مهمة إنجاز أهداف المؤتمر القومي العربي التي هي أهداف المقاومة للعدو الصهيوني، والمشتركات بيننا أوسع من أن تحصر. صباحي قال إن كل اقتتال عربي أو انقسام عربي هو هدر لإمكانات الأمة في غير موضعه. إحنا في المؤتمر القومي العربي ندعو لأوسع قدر من اجتماع رأي الأمة العربية وتضافر جهدها، ونرى أن الحوار وتصفية خلافات هذه الأمة فيما بينها ضرورة لكي تتمكن من مواجهة أعدائها، وأن كل اقتتال عربي أو نزيف دم عربي أو انقسام عربي هو هدر لإمكانيات الأمة في غير موضعه. ونرى أيضا أن هذه الأمة باتجاهها لأنها تصالح نفسها ولو بالحدود الدنيا من الاتفاق يستحق تأييدنا. ندينا بهذا مرارا ونحن سعداء وأثنينا على كل خطوة في التقارب العربي، وآخرها عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية. حمدين صباحي أشار إلى أن من الصعب الحكم على الحوار المصري الآن لأنه سيقاس بنتائجه، مشيرا إلى أن المعارضة لديها بدائل قدمتها وستقدمها في هذا الحوار. هذا ما نقول عنه، أنه حدود الدنيا كحركة مدنية ديمقراطية إذا تحققت هنعتبر أن هذا الحوار ناجح ويفتح الباب لتحول ديمقراطي سلمي في مصر نطلبه بديلا عن انفجار ستكون كلفته باهظة على كل المصريين، وهذا ما نأمل أن تتقدم مصر في اتجاهه، لأننا نعتقد أن احترام إرادة الناس في اختيار حكامهم ومحاسبتهم والقدرة على أنهم عبر انتخابات نزيهة يعبروا عن هذه الإرادة هو ضمانة لسلمية وتماسك مجتمعنا العربي في كل أقطاره. ومصر بأهميتها وحجمها وبعمق الأزمة اللي هي فيها في حاجة مسة إلى هذا. نأمل أن هذا الحوار الوطني يفضي إلى هذه النتائج. احتفال رسمي بالذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي في العراق واستحضار للإنجازات الميدانية وتثمين لتضحيات عناصر الحشد. تقرير محمد الفهد. احتفال حكومي ورسمي بالذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي العراقي، تثمين الإنجازات الميدانية وأبرزها الدور المفصلي إلى جانب القوات المسلحة الأخرى في تحرير الأراضي التي احتلها تنظيم داعش هي أبرز ما أكده المشاركون، إضافة إلى العمل على تعزيز البناء التنظيمي وتحقيق التكامل الأمني ودعم عناصر الحشد مستقبلا. ولا شك في أن دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصر على تحرير الأرض وصد الخطر عن العراقيين، بل أنه بمساندته للجيش العراقي حفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق وثبت أركان العملية السياسية. كسرنا معادلة الطائفية بأن نشترك جميعاً في مقاتلة داعش، اشترك الجميع وكذلك كل الآراء العنصرية والشوفينية الأخرى، قاتل الجيش والحشد والشرطة والبيشمركة كتفاً بكتف في معركة تحرير الموصل، كل ذلك كان يمثل أفقاً إيجابياً لمستقبل البلد. وجود الحشد الشعبي برأي مراقبين مثل تحولاً مفصلياً في تاريخ العراق عقب الانهيار الأمني الذي حدث عام 2014 وما بعد هذا التاريخ، فما تمتلكه هذه الهيئة من موارد بشرية وخبرات عسكرية سيكون ركناً أساسياً في قوة العراق الأمنية.
الحشد هو الضمان الحقيقي للعراقيين الذي استطاع أن يوقف جميع محاولات الأعداء وباستطاعته أن ينهي جميع الجدريات وجميع المحاولات التي قد تحدث هنا وهناك. تعرف أكو خلايا نائمة لكن الحشد لهم بالمرصاد وهو ضمانة العراقيين وبقائه مرهون ببقاء العراق. استثمر القادة السياسيون والمشرعون وقادة الميدان هذه المناسبة لتأكيد أن هذه القوة ضمن التشكيلات الرسمية وفق القانون وأن وجودها ضمانة أمنية لمستقبل البلاد. الاحتفال الرسمي السنوي بذكرى تأسيس الحشد الشعبي على ما يبدو بات يحمل رسائل إلى الداخل والخارج، مفادها عدم التفريط بهذه القوة الشرعية وفق القانون لكونها جزءا مهما من القوة الدفاعية العراقية. محمد الفهد، بغداد، الميادين. أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن قرار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية سيجري اتخاذه في حالة وقوع عدوان على بلاده، معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا يضطر إلى اتخاذ مثل هذا القرار. لقد كنا دائما هدفا، لقد أرادوا تمزيقنا إلى أشلاء منذ عام 2020. لا يوجد هناك أي دولة تريد محاربة دولة لديها مثل هذه الأسلحة النووية. بيلاروسيا تلقت صواريخ وقنابل من روسيا وهي أقوى بثلاث مرات من تلك المستخدمة في هيروشيما وناكازاكي، وسيتم توزيع الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا ولن يتم تخزينها في مكان واحد. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعميما يدعو فيه إلى اتخاذ تدابير دمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد بحلول الأول من أيلول سبتمبر المقبل. التعميم الذي نشره الكرملين على موقعه الرسمي أشار إلى أن السبب هو ضمان التشغيل الآمن للأنظمة الجوية غير المأهولة واتخاذ التدابير الشاملة لدمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد لروسيا، بما في ذلك نظر في مسألة التحول الرقمي لإدارة الحركة الجوية. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أكد وجوب أن يمر خط منطقة منزوعة السلاح على طول حدود الفيف من أجل أداء دور دفاعي حقيقي. ميدفيديف وفي تعليق على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس بضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن الحدود الروسية، شدد على أنه في حال تواطؤ الدول الغربية في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي فلن تكون لموسكو قيود حتى أخلاقية لتدمير اتصالات الكابلات الخاصة بالأعداء الموضوعة على طول قاع المحيط على حد وصفه. وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد قال إن العالم سيصبح أكثر خطرا إذا انتصرت روسيا في النزاع وفق تعبيره، وشدد على حاجة كييف إلى إمدادات عسكرية مستمرة من الحلف. وخلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أكد ستولتنبرغ أن دول الناتو ستوسع في قمة ليتوانيا المقبلة مساعداتها لكييف من دون أن يتناول الضمانات الأمنية لأوكرانيا وأفاق انضمامها إلى الناتو، فيما أكد بايدن بدوره أن بلاده ستعمل مع حلفائها لضمان زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف. لقد عززنا الجناح الشرقي في حلف الناتو، كما سندافع عن كل شبر من أراضيه. أقولها مرة أخرى، إن التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة للحلف صلب للغاية، وقمتنا في ليتوانيا الشهر المقبل ستبنى على هذا الزخم، كما سنعمل مع الحلفاء لضمان إنفاق ما يكفي على الدفاع. لقد ارتكب بوتين خطأ، فقد كان يخشى انضمام فنلندا للناتو، واليوم نأمل أن تكون السويد هي الدولة الثانية. يجب أن لا ينتصر الرئيس بوتين في هذه الحرب، لأن ذلك لن يكون مأساة للأوكرانيين فحسب، بل سيجعل العالم أكثر خطورة أيضا، كما سيرسل رسالة إلى القادة الاستبداديين في جميع أنحاء العالم وكذلك في الصين، مفادها أنهم عندما يستخدمون القوة العسكرية يحصلون على ما يريدون، وسنصبح حين ذلك أكثر عرضة للخطر. لذا فمن مصلحتنا الأمنية دعم أوكرانيا. من ناحيته أكد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال تقديم استراتيجية الأمن القومي الجديدة لحكومته أن العصر الحالي يشهد تنام لتعدد الأقطاب والتنافس العالمي. شولتز قال إن روسيا تمثل أكبر تهديد لمنطقة أوروبا والأطلنطي في المستقبل المنظور،
وتحاول زعزعة مجتمعات أوروبا وإضعاف الاتحاد الأوروبي والنيتو بحسب تعبيره. وأضاف شولز أن الصين تمثل ضغطا متزايدا على الاستقرار الإقليمي. من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم وجود أي أسلحة هجومية داخل محطة زاباروجيا. غروسي وخلال زيارة المحطة مع مستشار المدير العام للشركة روس إنيرجو أتوم حذر من خطورة استمرار الاشتباكات في محيط المحطة. هذا وكان غروسي قد أكد أن الوكالة تعمل على تطوير مفهوم جديد لحماية محطة زاباروجيا مع كل من قادة كييف وموسكو. لم نرى أي معدات عسكرية هجومية ثقيلة هناك. كما تعلم كنت عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهناك وضعت 5 مبادئ أساسية من بينها هذا المفهوم القائل بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي معدات عسكرية أو مدفعية تعرض أمن المحطة للخطر. ليس لدينا أي مؤشر في هذه المرحلة لوجود أسلحة، لكن لا يمكن استبعاده، لذلك نحن بحاجة إلى المعاينة مرة أخرى، وعلينا أن نبقى في حالة تأهب شديدة. نشر نائب قائد القوات الروسية في جمهورية دونياسك الشعبية لقطات لهجوم المقاتلين الروس على معقل القوات المسلحة الأوكرانية. ووقع الهجوم قرب أوغليدار، حيث تقاتل كتيبة خودكافوسكي على هذا المحور. وتظهر اللقطات كيف يزحف 6 من المقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق العدو، تلا ذلك قتال متقارب، ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، لكن الجميع بقي في مواقعه بحسب صحيفة روسيسكايا غازيتا. فاصل قصير ابقوا معنا. من جديد اهلا بكم. أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن مسودة خريطة الطريق للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا باتت جاهزة. بوغدانوف أشار إلى أن مهمتنا الآن هي مناقشة المسودة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. على وقع استمرار ارتفاع عدد الإنذارات من تنفيذ عمليات فلسطينية في الضفة، تشير تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة لم تحقق النتائج المرجوة في منع تصاعد العمليات الفلسطينية. تقرير من الإسماعيل. بالرغم من كل الإجراءات التعسفية والاعتقالات وعمليات التضييق على الفلسطينيين التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، لا يزال مستوى الإنذارات من شن عمليات فلسطينية هناك مرتفعا بحسب محللين إسرائيليين.
هناك اعتقاد في المؤسسات الأمنية والعسكرية بأن عمليات الجيش في الضفة التي رأيناها في الأشهر الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة، وبالرغم من عمليات الاعتقال والمداهمات والتصفيات أحيانا، فإن عدد الإنذارات من تنفيذ هجمات وعمليات إطلاق نار مستمر. بمعنى آخر، هم لم ينجحوا في تقليص مستوى العنف والإرهاب في هذه المنطقة. عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إحداث تراجع في مستوى العمليات الفلسطينية نابع برأي خبراء أمنيين من تغير الأسلوب والطابع اللذين يستخدمهما منفذو العمليات الفلسطينية، واللذين يشبهان إلى حد بعيد ما خبره الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نحن في فترة تصعيد في شمال الضفة، وبالرغم من أننا نرى الجيش والمؤسسة الأمنية والعسكرية يعملان في منطقة نابلس منذ أكثر من عام، يشن كثير من الهجمات، وبالرغم من دخول الشباك والجيش وشعبة الاستخبارات إلى عمق المنطقة واعتقالهم مخربين، لكنهم لم ينجحوا، وما زلنا نرى الكثير من الهجمات والعمليات. لقد وصلنا في الفترة الأخيرة إلى وضع تتعرض فيه الجيبات العسكرية إلى عبوات ناسفة، وهو ما يذكرنا بما واجهناه في لبنان ولم نرى له مثيلا في الضفة من قبل. والجيش تحدث عن ذلك وعن تدريع أسفل آلياته في أعقاب هذه العبوات. هذه المنطقة تتحول يوما بعد يوم إلى ما لسنا معتادين رؤيته في الضفة، إلى ما يشبه ما رأيناه في لبنان. وعلى وقع إخفاق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في توفير الأمن للمستوطنين في الضفة الذين بات يتملكهم الخوف من مجرد التفكير في الوضع الذي وصلوا إليه، برزت دعوات إلى ضرورة تغيير الحكومة الإسرائيلية أسلوب تعاملها مع الضفة، بعدما أثبتت كل الطرق التي اتبعها الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن حتى الآن عدم جدواها في كبح العمليات الفلسطينية. يواصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جولته في أمريكا اللاتينية، وقد انتقل من فنزويلا إلى نيكاراغوا ثاني محطة له خلال جولته التي ستشمل أيضا كوبا في وقت لاحق اليوم. رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وخلال استقبال نظيره الإيراني وجه التحية إلى شهداء إيران وعلى رأسهم الشهيد الفريق قاسم سليماني، مؤكدا أن العالم أدان جريمة اغتياله في العراق التي لم ترهب الشعب الإيراني، فيما شدد الرئيس الإيراني على ضرورة توثيق العلاقات بين البلدين. قلنا وكررنا دائما أننا ثورتان مزدوجتان بجذور عميقة في الدفاع عن هويتنا ورفاهية شعبينا. الولايات المتحدة والدول الأوروبية كلهم بلا استثناء لصوص ومستغلون رئيسيون للشعوب في مناطق مختلفة من الأرض، والحقيقة أن هذه الممارسات لم تختفي. منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت هناك علاقة أخوية ممتازة مع إخواننا في نيكاراغوا، وعلاقاتنا استراتيجية تماما، ونريد زيادة تعميقها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا. وكان الرئيس الإيراني قد اختتم زيارته لفنزويلا بالمشاركة في لقاء جماهيري مع نظير نيكولاس مادورو في كاراكاس، وأكد رئيسي أن الدول المستقلة وذات السيادة ستكون لها المناصب الرئيسية، بينما تتجه القوى الإمبريالية إلى الانحدار. وقال إن إيران وفنزويلا لديهما مصالح ووجهات نظر مشتركة في مجالات الاستقلال والحرية والعدالة، وهو ما جمع بين شعبي هذين البلدين. ليست هذه الجماهير إيرانية، الرايات التي يلوح بها احتفاء بالرئيس إبراهيم رئيسي يرفعها شباب فنزويلي. هنا في مسرح تيريزا كارينو استمع شباب الحزب الاشتراكي إلى التجربة الإيرانية. فطهران بعيون كاراكاس نموذج يحتذى به للوقوف بوجه الهيمنة وسط مقاومة مستمرة منذ 4 عقود. وطهران تريد من قلب كاراكاس تعميم وصفة نجاح الصمود بوجه الهيمنة، من حماية الثروات إلى التبادل بالعملات الوطنية. ما تريده الإمبريالية منا هو استخراج ثرواتنا الطبيعية ومنحها لمن يريد وعدم استثمارها لمصلحة شعوبنا. الانحناء للعدو حساب خاطئ، لأنهم يعتزمون نهب ثروات الشعوب. فنزويلا، إيران. تحتفل فنزويلا وإيران بصداقة اليوم وإلى الأبد، كلا البلدين يتفقان على الاتحاد والتعاون. هذا التقدم الذي توصلت إليه إيران مدهش في مجال التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد.
الدولة الصاعدة باتت تصدر خدماتها العلمية المتطورة وتفتتح خطوط إنتاج سيارات في الخارج وسط تزايد حضورها في أمريكا اللاتينية، مع اعتماد نهج معاكس للسياسات الأمريكية تجاه شعوب هذه المنطقة، يضمن عدم تضرر أي طرف لمصلحة الآخر. العلاقات بين إيران وفنزويلا هي من أبرز العناصر بالنسبة إلى المحور المعادي لهيمنة الإمبريالية، وتمثل أساسا للتعاون بين دول الجنوب. وتطوير العلاقات مع إيران تحول إلى تحالف استراتيجي. سياسة العقوبات كان لها نتيجة واحدة، هي أن الدول الغربية بقيت في الصفوف الخلفية في النظام العالمي الجديد، بين دولة تعترف بأنها أرادت نهب ثروات دولة ثانية وأخرى تفتتح مراكز تكنولوجية فيها وتسهم في تطوير بنيتها التحتية. مفاضلة أفضت على ما يبدو إلى إرساء نظم عالمية جديدة. لا تستطيع واشنطن منع شعوب هذه المنطقة من معارضة سياساتها والمقارنة بين أداء الهيمنة ونهج التكامل الذي يحفظ مصالح الجميع. هكذا يصبح نجاح العلاقات المتنامية بين إيران ودول أمريكا اللاتينية مدينا إلى كلمة سر أخرى، هي مبدأ رابح رابح. حسن حجازي، كاراكاس، الميادين. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هاجم مجددا الرئيس الحالي بايدن متهما إياه بالفساد. ترامب وفي تجمع أمام أنصاره بعد مثولي أمام المحكمة الفيدرالية في قضية الوثائق السرية أكد أن هذه المحاكمة تعد تدخلا في الانتخابات الرئاسية وأنه سيحقق الانتصار في النهاية. تقرير محمد كريم. وسط إجراءات أمنية استثنائية مثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، لم يكن مفاجئا أن يرد ترامب التهم 37 الموجهة إليه ويدفع ببراءته، إلا أن المفاجئ هو إطلاق سراحه من دون شروط رغم محاكمته وفق قانون التجسس. ترامب لم يدخر جهدا ليخاطب مناصريه ويهاجم معارضيه. نشهد اليوم أكثر حوادث إساءة استخدام السلطة بشاعة في تاريخ بلادنا. من المحزن جدا مشاهدتنا إقدام الرئيس الفاسد الحالي على اعتقال خصمه السياسي الأول بناء على اتهامات مزيفة وملفقة، وهي ذات التهم التي وجهت إليه وإلى عدد من الرؤساء الآخرين والتي ثبتت إدانتهم بها. إنه تدخل سافر في الانتخابات ومحاولة لتزويرها وسرقة نتائجها. ورغم حصول خلل داخل الحزب الجمهوري بانتقاد ترامب من قبل عدد من قادته التقليديين، لا تزال الأغلبية الساحقة في الحزب تدافع عن ترامب وتراه ضحية استغلال السلطة من قبل إدارة بايدن بهدف الانتقام منه سياسيا وإبعاده عن السباق الرئاسي. تستمر إدارة بايدن في عسكرة الدوائر الحكومية بشكل صارخ ضد خصمه السياسي المتقدم، تطبيق معايير العدالة غير المتكافئة من قبل وزارة العدل يجب أن نضع حدا لها. وبينما تدفع وزارة العدل والمحقق الخاص جاك سميث باتجاه الإسراع في حسم المحاكمة وإصدار الحكم بحق الرئيس السابق، فإن الفريق القانوني لترامب يطالب بمزيد من المعلومات عن التهم ومن الوقت للإعداد للطعن فيها، عدا عن أن هذه التهم باطلة بنظرهم لغياب أي سند دستوري يمنع الرئيس من الاحتفاظ بوثائق سرية. في الوقت الذي لا يستطيع أحد التنبؤ بمجريات المحاكمة وما قد تستغرقه في ظل دخول الولايات المتحدة موسم الحملات الانتخابية، فإن ترامب يلجأ إلى المهرجانات الخطابية والحملات الانتخابية لتجاوز المعركة القانونية بحقه. محمد كريم، واشنطن، الميادين. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تمد أيديها إلى الخارج في وقت كشف فيه مصدر حكومي عن الشروع في إعداد مقترح بديل لصندوق النقد الدولي بعدما رفض الرئيس ما وصفه بإملاءات الصندوق من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار. عماد اشترى والتفاصيل. بس نواجه كل التحديات. على إمكانات البلاد الذاتية يعول الرئيس التونسي لتجاوز الأزمة الاقتصادية الصعبة عبر تحريك آلة الإنتاج المعطلة من جراء التحركات الاجتماعية المطالبة بالشغل وبتفعيل اتفاقات الحكومات السابقة المعلقة، حكومات باعت الوهم للتونسيين لشراء مناخ الاستقرار من أجل تجاوز محطات انتخابية كما يقول سعيد. الفوسفات يلزموا يرجع وما نمدوش يدينا للخارج، وأقول عاليا على العالم كله
أننا لن ننحني إلا لله رب العالمين عز وجل، لا ننحني إلا لله رب العالمين. وما هبطت السورة في القرآن اسمها لصندوق النقد الدولي. تأكيد الرئيس قيس سعيد رفض إملاءات صندوق النقد الدولي جاء في توقيت أكدت فيه مصادر حكومية رسمية الشروع في إعداد مقترح بديل قد يطرح للمناقشة مع الصندوق قريبا، كما يأتي أيضا في وقت أعلن فيه الوفد الأوروبي الذي زار تونس الأحد الماضي عن مساعدات بقيمة 900 مليون يورو لتونس مشروطة بالتوصل أولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نرفض أن تكون هناك بعض المساعدات أو بعض القروض يكون معناها نتائجها معناها تدمير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وخاصة الفئات الهشة منها. الإصلاح الاقتصادي الذي تطلبه الجهات المانحة يشترط تحرير الأسعار وخصخصة مؤسسات القطاع العام، شروط يرفضها الرئيس التونسي والمنظمات الوطنية، والسؤال المطروح على أي أسس ستبني تونس مشروع تفاوضها الجديد مع صندوق النقد الدولي. بين الحاجة الملحة إلى التمويل الخارجي من جهة ورفض الشروط والإملاءات من جهة أخرى، يبدو أن الموقف التونسي يعيش صراعا بين المعادلات الاقتصادية وما تقتضيه من إجراءات والحسابات السياسية وما تفرضه من توازنات، وهو ما قد يؤجل الذهاب إلى الحل. عماد شتارة، تونس، الميادين. مليارات من المساعدات المخصصة لمكافحة جائحة كورونا تبخرت في أكبر عملية احتيال في أمريكا، وفي بريطانيا تبين أن ربع المواطنين يؤمن بأن كورونا كان خدعة. اليوم وبعد طي صفحة الجائحة، كيف ينظر المراقبون إلى كورونا بين الخدعة والتآمر والاحتيال؟ بين الخدعة والتآمر والاحتيال تزداد الآراء التي لا ترى في فيروس كورونا إلا خرافة ابتدعها البشر. يرى هؤلاء أن المقصود من كل ما حدث منذ بداية ظهور الجائحة وانتشارها إعلاميا وتضخيمها إرهاب الناس ونشر الذعر بينهم وإعدادهم لمرحلة أخرى أشد خطرا، فضلا عن تحقيقات واعترافات عن مخططات وسيناريوهات تتفق في فرضياتها مع ما حدث وتشير إلى أن الفيروس صنع أو استثمر لتحقيق مآرب شتى. صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن المملكة المتحدة موطن لملايين من أصحاب نظرية المؤامرة، حيث يعتقد نحو ربع سكانها أن وباء كورونا كان خدعة على الأرجح، أو بالتأكيد بحسب ما كشف استطلاع حديث للرأي. إلى ذلك يكشف تحقيق عن أكبر عملية احتيال في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 280 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مساعدات حكومية متعلقة بفيروس كورونا، بينما جرى إهدار أو إنفاق 123 مليار دولار أخرى بصورة غير سليمة. أكثر من 400 مليار دولار من الأموال الأمريكية فقدت أو استولى عليها مجرمون وعصابات أموال وحتى مواطنون عاديون في أمريكا، فيما كانت الإدارة الأمريكية مستعجلة لإنفاق تريليونات الدولارات كمساعدات لاحتواء الفيروس من دون أن تفرض وسائل تحقق كافية أو قيوداً على طالبي الإعانات. ذلك كله وغيره يأتي في وقت باتت فيه وكالات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية تعتمد أكثر فأكثر على تمويلات القطاع الخاص كشركات الأدوية، ما يثير القلق لدى كثير من الأوساط بشأن حقيقة ما يصدر عن المنظمة. كنيسة القيامة في القدس المحتلة تضم القبر المقدس وصليب السيد المسيح، إضافة إلى آثار مهمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. تقرير هناء محميد ضمن نافذة على القدس. بالنسبة لكنيسة القيامة كما تعلم هي قلب
وشريان الدين المسيحي، الرومي الأرثوذكسي خاصة والمسيحي عامة. فيها هناك صلب السيد المسيح، هناك قبر السيد المسيح القابل للحياة، أماكن مكان أين وجد الصليب المكرم، والمسؤول عن كنيسة القيامة ثلاث طوائف: الرومي الأرثوذكس والفرنسيسكان والأرمن. حول القبر المقدس تجتمع جنسيات وقوميات الدنيا، وتحت سقف أقدس الكنائس في العالم يجتمع الدين والتاريخ والإنسانية. تشهد الكنيسة منذ سنوات عديدة أعمال ترميم خارجية وداخلية. انتهى ترميم القبر المقدس الذي يشهد أهم الطقوس الدينية خلال عيد الفصح قبل نحو 5 سنوات، ويزور الكنيسة بحسب التقديرات الكنسية نحو 2 مليون زائر في العام. لما بدخل كنيسة القيامة بحس أنه شفت المسيح جوايا أو لبست المسيح، لأنه المسيح ساكن في كنيسة، يعني شيء مش هين أو مش صغير. ده كنيسة القيامة دي معنى كبير وحاجة كبيرة. بنت الكنيسة الإمبراطورة هيلانا في مطلع القرن 4 الميلادي، ومنذ ذلك الوقت تعاقبت حضارات كثيرة على القدس، وتركت هنا آثارها من عمارة وأيقونات لا تقدر بثمن. بملاصقة الكنيسة بنيت أيضا كنائس وأديرة لطوائف مختلفة، لكل منها قدسية تتصل بالقيامة. هون كنيسة عادية شافعتها الملكة هيلانا، وزي ما قلت لحضرتك اكتشفت البير ده وبعدين بنت منه كنيسة القيامة كلها. نشوف البير. اتفضل اتفضل اتفضل. هناء محاميد، القدس المحتلة، الميادين. وبهذا التقرير من نافذة على القدس نصل إلى ختام هذه النشرة، ولكن قبل ذلك هذا تذكير بأبرز العناوين. سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59. وسط انقسام حاد بين كتله النيابية، مجلس النواب اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للبلاد في ظل دعوات للحوار سبيلا وحيدا للتوافق والحل. بعد لقاء السيد نصر الله، حمدين صباحي يؤكد للميادين أهمية وصول الأمة المقاومة إلى غاياتها في مواجهة العدوان والاحتلال وتحرير فلسطين. في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي في العراق، رئيس الوزراء يعتبره ضمانة لمواجهة الأخطار، والفياض يؤكد تمسك الحشد بالدفاع عن الدولة ومصالحها. لوكاشينكو يؤكد تسلم بيلاروسيا صواريخ نووية من موسكو، ويهدد باستخدامها في حالة أي عدوان على بلاده. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت، الميادين دوت نت، باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. نلقاكم على خير.